ربي اقبل علينا. أحب المسلم وإن اختلف معي في فهمي للدين، وإن كفرني، وإن استحل دمي، وإن رفع أمامي سواد البغضاء، أحبه، أبغض مسلكه وأحبه، هو فيه نور لا إله إلا الله، هو منسوب إلى سيدنا محمد بأنه من أمته. أيضا أحب غير المسلم. المسيحي، أي نعم أحب المسيحي، لا أكثر من هذا، اليهودي، أنا أحب اليهودي، أبغض المحتل باحتلاله هناك، الصهيوني الذي يستبيح أرضي وعرضي ومستعد لأن أقاتله وقلبي يحب له الهداية والرجوع إلى الحق، لكن لا، أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي، هو يبغضني، أعلمني الله أنه سيكون من أشد الناس عداوة لي والواقع يشهد بذلك، لكني أحب المسيحية واليهودية والبوذي والملحد، أكره كفر الكافر ولا أكره الكافر، أكره معصية العاصي ولا أكره العاصي، ومستعد أن أعلن هذا وأن أناقش سادة العلماء من الفريق الذي لا يرى صحة ما أقول، وأقبل أيديهم وأختلف معهم في ذلك. هذا الذي تعلمته، هذا الذي تعلمته من مسلك حبيبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم فضل الله على الإنسان، كرمنا بني آدم، تمر جنازة اليهودي أمامه فيقف صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فيقول أليست نفسا، كما صح عنه ليعلمنا هذا المرتقى. طيب ما معنى الدعوة إذا خلت عن المحبة؟ الدعوة إرادة الهداية، ليس كذلك؟ هداية العاصي، هداية الكافر إلى الإسلام. فأنت تريد أن تفهمني أن الدعوة المنطقية الصحيحة المستقيمة روحا وعقلا أن أقول له أنا أبغضك وأكرهك في الله وأدعوك للخير تسلم، أكرهك وتعال اسلم، ديني أمرني أن أبغضك وأكرهك وأنصحك تدخل هذا الدين لأمرني أن أكرهك، كيف يستقيم هذا؟ ديني علمني أن أكره الباطل الذي أنت عليه، لا أكرهك أنت. هذه مفاهيم كانت عند أسلافنا تلقائية، هي نتاج تربية، لم يكونوا حتى يحتاجون إلى تقريرها في الكتب، لأنهم كانوا يعيشونها في حياتهم، حتى عندما يرفعون سيوفهم لواجب الجهاد المقدس في القتال أمام العدو المحتل، كانت نظرتهم لقتال العدو على أنه اضطرار بسبب الاعتداء أو بسبب حجب حق الناس في الإسلام في أن يسلموا اختيارا، وهم مع ذلك يتمنون له الهداية للقتل. يقف صلى الله عليه وسلم أمام امرأة حملت السيف مع الكفار المعتدين الذين يقاتلون المسلمين، وقاتلت فقتلت، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثتها بعد انتهاء المعركة وتأثر، تأسف، ظهر الأسى عليه، وقال ما كان لهذه أن تقاتل فتقتل. علمنا هذا المعنى، علمنا أن الأصل هو إرادة السلامة والنجاة للبشر لا القتل، وأن القتل حالة اضطرارية لحفظ الحياة بالمعنى الأكبر.